جاهز؟ تمام. انت مالك مش قادر تاخد نفسك؟ انا لسه ابتديت. انا ما قلتش حاجه. لا بقى الجو الرعب ده تمام. ايه جو الرعب؟ مرعوب؟ لا لا عادي. موضوع سهل وبسيط. مش هبتدي معاك، خليني اروح ابتدي معاك من الجديد. خارج من نادي سموحه بمشاكل ومع فرج عامر وليك فلوس ومستحقات وبتشتكيهم وبتاع، الكلام ده صحيح ولا ايه؟ كان ليك فلوس وما خدتهاش؟ تمام. انت مستغرب ليه؟ لا اصل الحاجات دي محدش يعرفها. الحاجات دي محدش يعرفها. وانا بص انا احنا بنطلع اسرار اوضه اللبس هنا في البرد. بص انا من نوعيه اللعيبه اللي ما كانش عندها مشاكل يعني مع مجالس ادارات الانديه. بس واجهتني مشكله. بص يا كابتن شادي، انت تاخد حاجه بارادتي اديك عيني، لكن غصب عني دي بتبقى صعبه قوي حتى لو اخسر فيها ملايين الدنيا. هو اخد منك حاجه غصب عنك؟ لا، اتفرض علينا لعيبه نسبه خصم زي فرض كده على 15% من التعاقد. انا بالنسبه لي كانت الفتره اللي دخل نادي سموحه ما كانتش كويسه في الكوره. الظروف كانت صعبه عليا. وفاه والدي في السنه دي فكانت مأثره عليا فنيا بشكل كبير، ويمكن ده اللي خلاني ان انا مش مستريح نفسيا. فدخلت في مشكله ان انا ما وافقتش على نسبه الخصم. رحت اشتكيت. اول مره في حياتي اشتكي نادي. واخدت فلوسك بعد كده؟ خدت ربعها. طبعا انت عارف طلعوا خصومات وطلعوا حاجات كتير كده، الحاجات الوهميه اللي بتحصل. فانا قلت تمام يعني نصيبا زي ما قلت لك يا كابتن شادي، انت برضايا هديك عينيا، لكن غصب عني ممكن اخسر فيها ملايين عادي. وانت بتلعب في الاولمبي كنت تتوقع في يوم من الايام انك تلعب في الاهلي؟ كان هدف وطموح عندي الحمد لله وحققته. الحمد لله. شاركت في مباريات صعبة جدا جدا مع النادي الاهلي ودايما النقطة دي حساسة جدا معاك، لان في وقت توقيت ما مع النادي الاهلي اتعرضت لظلم باين او ردود افعال على مستواك، رغم ان انت ما شاركتش غير في مباريات صعبة جدا جدا جدا. الظلم ده كنت متأثر بيه لغاية النهاردة؟ بص يا كابتن شادي، فعلا انا كنت شايف ان انا كنت بادي بصوره كويسه في كل المباريات في كل الاوقات اللي كان بيطلب مني ان انا ابقى موجود فيها، وبصفه اساسيه ما كنتش بتاخر، كنت بادي المباريات كلها بشكل جيد حتى لو بعيد. زي ما اتكلمنا في البرنامج 7 أو 8 مباريات وارجع على مباريات صعبه والعبها وادي بصوره جيده، كان ابسط مكافاه ليا ان انا ابقى افضل مستمر في مركزي.